أم مريم بتقول تعب في الرجل، أبو مريم عفوا أبو مريم تعب في الرجل الصباح ونمل وعمل تحليل صديد وعالجه وشوكة في العظم الحمد لله مش موجودة، ومرهم وبرشام والعزال الوجع. أنا أطلب منك طلب يا أخي الحبيب، حلل حمض البوليك في الدم، حمض البوليك اللي هو اليوريك أسيد، لو لقيته عالي تعمل إيه؟ تمنع اللحمة والكبدة والكلاوي والطحال والقلب، لحمة كلاوي ومع والمياه الغازية نمنعها ونمنع الرضة. اوعى تقول انا باكل ايه عيش سن، العيش سن بيرفع. وهقول لك تاخد يا تاكل التين البرشوم، التين اللي معروف عندنا ده التين الجميل، او تاكل او تغلي ورق التين، مفيد جدا للتغلب على املاح اليوريد اليوريك اسيد.